دلوقتي بقى جه ميعادنا مع فقره الاخبار السياسيه والمتنوعه، وهنبتديها اول خبر حيث اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الى المملكه المتحده بلقاء مايكل فالن وزير الدفاع البريطاني اللي رحب بالرئيس، وكمان اشاد باللقاءات الايجابيه المثمره التي عقدها خلال الزياره، واكد على رغبه بلاده في تعزيز علاقتها مع مصر في كافه المجالات ومن بينها المجال العسكري والامني في ضوء ما تمثله مصر من محور رئيسي لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقه الشرق الاوسط. ومن جانبه اكد الرئيس ان مصر تقدر علاقتها مع بريطانيا وتتطلع الى تدعمها والارتقاء بها الى افاق ارحب، مشيرا الى اهميه تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحه الارهاب والتطرف، وذلك من خلال مقترب شامل يشمل المواجهات العسكريه والتعاون الامني وكذلك الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والابعاد الفكريه والثقافيه.